هدفنا بناء معلم يكتشف المواهب، ينقب عن الماس معلم يعلم يقينا أن أثره يتجاوز عمره وأعمار من يعلمه. المرة دي أنا عايز أبتدي من تعريف المعلم الملهم، صح؟ ودي المحاضرة الثالثة. هنبدأ بأول شريحة معانا أو سلايد، اللي هي ما هو تعريف المعلم الملهم. في الحقيقة سبحان الله، يعني بتحصل مع الواحد ظروف وحاجات بتخليه يغير اللي هيقوله في السلايد في الشريحة. عايزين تسموها وحي، عايزين تسموها إلهام، عايزين تسموها أي حاجة كده، بس أنا جالي زي إلهام كده إن لازم أقول لكم إن في ناس بتبقى واخدة من قوت يومها، من أكلها وشربها، واخدين من فلوس الملابس، واخدين من فلوس البيت، وقاعدين في سكن قليل عشان تعليم عيالهم. بيبقى حلمهم إن ولادهم يتعلموا، بيبقى نفسهم ان ولادهم يكونوا افضل مع التعليم. الناس دي انتوا، الناس دول او الطلاب دول امانة في ايديكم كمعلمين. حلمهم وايمانهم بالتعليم مش هيتحقق بدونكم، انتوا العامل الاهم في العملية التعليمية. فأنا عايزكم تتحملوا الأمانة وتستشعروها، وعايزكم يعني تتخيلوا كم الألم وكم التعب وكم المرض وكم الصداع اللي هيجي للأب والأم لما ابنه يخفق أو يكره التعليم ويسيب التعليم بعد ما صرف عليه واستدان. ليه تكون أنت وسيلة ده؟ ساعدوا الآباء والأمهات المؤمنين في التعليم وائتمنوكم على عقول أولادكم، ساعدوا المدرسين اللي بتدفع ليكم عشان تبنوا مهاراتكم، إن أنتوا تكونوا فعلا تتحملوا أمانة صناعة العقول. ده مهم جدا إنك تستشعره كمعلم وملهم ومؤثر في طلابك. فالتعريف لازم يكون مربي، لازم تستشعر ان انت مربي. كم الالم والزعل، الحته اللي انا قلتها، والبكاء والنويح، وان الناس تدعي عليك. ليه بنشوف طلاب بتدعي على المدرسين؟ انا بنتي من كام يوم وهي في فنلندا، مدرس بتاع الالماني بتاعها بتاع التربيه الرياضيه، وهي صايمه طول رمضان ومسلمه، قرص عليها في التربيه الرياضيه، واليوم طويل جدا صيام، وهي صائمه ما رضيتش تفطر، أعطاها أقل درجات برغم أن هي رائدة الفصل وأشغل متحدثة باسم الفصل وبتتكرم وجوائز وبتجيب في الماث والدرجات كبيرة بتاع الرياضيات، بتاع الرياضة السبورت معايا كده، أعطاها درجة ضعيفة جدا، 3 بالمقياس الألماني، درجة ضعيفة. كانت زعلانة وأحبطها رياضة. طب انا صايمه مش قادره ادي اكتر من كده، بتنزل تعوم لابسه اسدال البوركيني ده بتاع الميه، فلابسه حجاب وجسمها متداري كله فبيغطسها في الميه، بتعوم كويس جدا، انا اللي معلمها العوم. فبتقول لي يا بابا مش قادره اكون سريعه ولا سابق، لان اللي بتاع اللي انا شاريه لها من مصر ده بينزل حمام السباحه، اقعد اعوم عشان اكيب طافيه بس بسبب البوركيني المضروب اللي انا جايبينه اللي بيشرب ميه، ما بيساعدهاش، ما هو اسلامي وحجاب وبتاع، ما بس مكتوب عليه اديداس مضروب طبعا. فالبنت قلت لها ولا يهمك ولا يهمك، مدرس ولا ليه 30 اي لازمه، هاتي صفر عنده اتركي، لان هي ممكن تختار مواد ما تخشش في التقديرات بتاعتها، ارميه في الزباله، اتركيه وركزي مع النضاف والمحترمين اللي حببوكي في الماث والفيزيكس والبيولوجي والناس دي، هي دي التأثير، ده المهم. لكن طبعا انت بقى لو انت كرهت طالب
واخفقت منه ودرجات تعسفيه ودرجات اقل وانك مثلا ما تديلوش عشان يجي لك درس خاص ويدفع لك على الخاص وما يدفع لكش في المدرسه، الشغل ده كله ليه؟ ايه لازمته؟ ادي ده وابذل مجهود، وادي هنا وابذل مجهود، ادي رسالتك على اكمل وجه، ما تجبرش حد انه مش قادر يدفع لك. انا كان عندي الله يمسيه بالخير مدرسين الاستاذ اشرف كمال ضيف، لا يمكن انسى الاسم يعني. كنت انا واخويا ساعتها بناخد الدروس، كان يخلينا 50% للاثنين الاخوات، ينزل 50%، وكان سعر اصلا الدرس ضعيف جدا. كان جارنا الله ربنا يبارك في عمره ويجازيه عنا كل خير. كان عنده وعندنا مدرسين تانيين ما كانوش ياخدوا مني بالست شهور. استاذ محمود عبد الجيد اللي بيتابعه وعارف من شباره، عارف المدرسين اللي بقول عليهم، استاذ محمود عبد الجيد ده قعدت سنه كامله سنتين اخد معاه ما ياخدش مني ولا مليم، ودرس خصوصي مش في المدرسه. هو عارف الحاله، عارف الامكانيات، الدنيا صعبه، بيقدر بعينه المعلم، بيقدر بعينه الولد قدامك امكانياته الماديه ضعيفه وانت عندك رساله لازم توصله. الدكتور سامي الفضالي كنت بتكلم على فليكسي، بقول له لو انتم معاكم في مدرسه دوليه الطالب ما قدرش يدفع الفلوس بسبب الانفليشن التضخم، وفي ناس في السعوديه وفي ناس مش قادر، قال لي ده ملوش دعوه، الواد مكمل سنه اتنين تلاته هيدفع بعدين مش مشكله، لكن العمليه التعليميه يا دكتور قائمه زي جراح فمفتوح بطنه هعالجه، وبعد ما اعالجه بقى هات الفلوس ونرفع وضع بقى مش فارقه معانا كتير، لكن تعلم ولد، خلي عينك عين انصاف عشان تكون ملهم عشان تكون مؤثر. لقيت الولد حالته الماديه ملبسه مش قادر، خلي عندك شويه من الاحمر يعني، عدي الولد واشرح له ببلاش. جالك طالب ولقيت ابوه عمال وبيأخر الدرس وعمال يقول لك طب معلش طب ما فيش خصومات، وهو فعلا عرفت يا رجل توكل على الله، اتركها لله، حتى البتاع كله وهيجي لك ناس تانية تدفع لك وهيجي لك ناس تانية تدي لك وهكذا، ده مهم جدا. فالمعلم الملهم يستحق، لازم يطلق عليه لقب مربي اللي انا بحكي عنه ده، وده بيفتح افاق متنوعه ويشرح مسارات. يعني انا ادخل ادرس في مكان ومش عارف اللي انا بدرسه ده بدرسه ليه؟ هل انت متخيل انك معلم لماده ومش بتفهم الناس استخداماتها في العالم في عالمهم وتطبيقاتها ايه؟ فتقوم تلهمهم ان هم يحبوها ويتعلموها ويطوروا نفسهم فيها؟ هل ممكن مثلا ما تعرفهمش المسارات التانيه في حياتهم، ممكن يشتغلوا ايه؟ ما يشتغلوش ايه؟ يتعلموا، ما تساعدهمش حتى انك تعمل حصة فريدة من نوعها وتستخدم فيها تكنولوجيا؟ يا راجل تكتشف مواهبهم. من الحاجات المحزنة ان انا مثلا معروف في كتابة المقالات، بيقرأ لي مقالاتي تقريبا 20 مليون بيخش يقرأوا مقالاتي وعلى السوشيال ميديا. اكتب رمز عبد العزيز عندي تقريبا يعني 700,000 متابع على الفيسبوك، لكن الانجيجمنت والتفاعل اعلى بكتير. فالريتش مثلا خلال 28 يوم تلاقي 20 بيقرؤوني، وعندي كتاب مألف كده. تخيل ان مفيش ولا مدرس العربي ولا مدرس الانشاء ولا التعبير عرفوا ان انا بكتب كويس، ولا عندي الملكه دي، ما استكشفوهاش. انت تخيل، طب ليه ما يستكشفوش حاجه زي دي؟ لانه مش معايا اصلا، مش مركز معايا. فانت لازم دورك انك تنقب عن المواهب. لما تلاقي ولد مميز في العرض تقول، تتكلم مع والده، الولد عنده موهبه الالقاء كويسه جدا، الولد ابنك صوته حلو جدا، الولد الانجليش بتاعه والاكسنت بتاعه محترم، حاول تخش لغه واثنين وثلاثه، ده الولد ده ممكن يكون من اللي بيتعلم 3-4-5-6 لغات عادي جدا، عنده امكانيات حلوه استخدمها. مين اللي هيساعد الاب يكتشف مواهب ابنه؟ الاب اللي هيعرف الام ولا حضرتك كمعلم؟ انا نفسي افهم يعني معايا. لما الولد يكون حزين ومتضايق ومخنوق، مين اللي هيستكشف ان الولد زعلان وشايف انه اذا انت ما لم تتفاعل وما بتضحكش معاه وفن ومتعه وتهريج والعاب، اذا انت ما قدرتش تعرف، مين اللي هيعرف؟ اذا انت اصلا ما بتستخدمش الادوات دي في الشرح وما عندكش المهارات دي والوصول للطلب كوميونيكيشن سكيلز، لو ما عندكش هتعرف ازاي ان الولد مش فاهم ولا متابع معاك وكرهك اصلا اذا ما فيش علاقه قويه؟ فاتمنى ان كل ده، وده اللي بيوصل للابداع عشان اكون صريح معاكم، ان يطلع لنا طفل مبدع. ودلوقتي احد اهم الاهداف ان نطلع لونج لايف ليرنر، وتطلع
او لايف لونج ليرنر بتمشي الاثنين يعني. او رجل يتعلم طوال حياته يبحث ويشتغل على نفسه وفي نفس الوقت يحب ده وانه يصل في شغله او في التخصص اللي هيتخصص فيه للابداع. الاطفال تبدا، الاطفال تتعلم الابداع، ده مهم جدا. ازاي هيبدعوا اصلا وانت مفيش حوار قائم ما بينكم، ولا في انصات ليه، ولا انت في وادي هو في وادي، ولا في تواصل بينك وبين اولياء الامور بروفيشنال احترافي، اهتمام وتقدير، ده لازم تعمله بعد الحصه، قبل الحصه، في نهايه الاسبوع، ده لازم حضرتك تعمله تبقى مهاره عندك. طب لما نيجي نسال بقى الريسيرش والابحاث والعلم بيقول ايه في الجزئيه دي، بيقول لك بيقسم الانسبايرنج تيتشر عشان تكون مدرس مؤثر او معلم مؤثر. طبعا يعني انا بحب دايما اروح للريسيرش ونبقى ابديتد ان الريسيرش بيقول ايه، وانا حاطط لكم حتى الريفرنس موجود. قال لك ان رقم واحد انك عندك بوزيتيف ريليشن شيب، عندك علاقه قويه جدا، الكوميونيكيشن، الباشن بتاع التعليم والتدريس، وعندك حماس وعندك بني علاقه طيبه، واكتنج لايك فادر اور ماذر اور فريند. واخدين بالكم في الحته الجزء الاحمر بتاع الكوميونيكيشن بيقول لك acting like a mother, father, friend عشان تبقى ملهم، ويقول لك supportive عمال تساعده عشان يتميز اكاديميا، بتشجعه عشان يبقى طالب ناجح ويجاوب على اسئلتك، بتزيد من قدراتهم بشكل personal development، طريقة تفكيرهم بتساعدهم ان هم يفكروا ويشوفوا مناطق تانية وهيطبقوا فين ويطبق كل ده، كارير ديفلوبمنت، بتراعي حالتهم النفسيه، ده في الجانب البنفسجي اللي هو سبورتيف. تبقى عندك بيرسونال، في عندك بيرسونال كاركترستكس، تبقى مخلص، عندك اخلاص، عندك احسان للطالب، ده مهم جدا. بتستخدم ادوات، وطبعا هنخش على البروفيشنال ديفلوبمنت، ان انت تبقى بقى ابداعي ومبتكر، وانك بتخش في اكاديميك ستادز، يعني ممكن تعمل ريسيرش مع ناس زي انا مثلا والدكتور سامي، طب احنا نعمل ريسيرش مع بعض وهو مهتم بالتدريس فبنعمل ريسيرش مش لازم بس في التربوي، في المجال التربوي لازم تفهم ان انت رول موديل، ده مهم جدا ولازم على طول المحدث. فدي ده كده بسرعه، وتسمع الفيدباك والتقييمات، ده مهم جدا، ولازم تخلي الحصه ماتعه. احنا هنيجي بالتفصيل بعد كده للموضوع ده، ونمشي اللي هو الجزء بقى المهم اللي هو كيف تصبح معلما ملهما ومؤثرا في حياة طلابك، من ضوء بقى الأبحاث، ومن ضوء حتى خبراتي، ومن ضوء عيالي في المدارس الألمانية والفنلندية. وده الكور المهم جدا اللي لازم فعلا نقطة نقطة تذكروه وتفهموه، ولو عندكم أي أسئلة تضعوها في هذا تحت هذا الفيديو الجزء الثالث اللي هو كيف تصبح معلما ملهما ومؤثرا. ولو عندكم قصة إلهام أو تأثير حصلت معاكم مع طلابكم ياريت تحكوها لنا برضو في التعليق تحت هذا الفيديو، وتكتبوا لنا لو شايفين ان في نقطة كان لازم تكون موجودة قوليلنا، اكتبوا لنا في التعليقات نحط ايه. عشان تكون ملهم ومؤثر لازم تكون شغوف بالتعليم، ده رقم واحد، مفيش فيها نقاش، لازم حب. بتوع التنمية البشرية يقولك الشغف واحتياجاتك، ما ينفعش. لو لازم تكون شغوف هتعزل حياتك الشخصية اول ما تدخل التدريس. يعني انا دلوقتي لا افكر في شيء على وجه الارض غير في السلايدز اللي انا بشرحها لحضراتكم، مركز معاكم قلبا وقالبا. ليه؟ عشان بحب ده. لما بدرس عربي، انا درست عربي وقرآن اونلاين وكنت باخد فلوس بزود دخلي كمان عادي جدا اونلاين، لما بتدرس بنسى كل اللي في البيت عندي، انا مركز مع الطلاب، مع حركاتهم وسكناتهم، قفشاتهم، ضحكهم، في اهتمام، في احترام متبادل، ده مهم جدا. لقيت الواد ماسك الموبايل وبيلعب تحت الترابيزة، همسك كل ده بيجي بالشغف لاني محب. فلازم يا ملهمين، يا معلمين، يا مؤثرين، يا ملهمين، لازم تكونوا محبين للي انتوا بتدرسوه وللرسالة اللي ربنا أقامكم عليها، ولازم تتحلوا بالصبر.
اللي يعني انا هقول لحضراتكم، امي انا وابويا اسرتي جنت نتاج التعليم وان هم كانوا مؤثرين وملهمين لينا بعد 25 سنه تقريبا. نتيجتكم مش بتظهر في نفس السنه ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، ما تبصش لدرجه الامتحان اللي بتجيلك، لا. الناس العلماء والباحثين لما جبناهم في معمعافر عافر جم وهم 60 وجم وهم 55 وجم وهم علماء كبار ومتذكرين، مدرس الاحياء ومدرس الرياضيات ومدرس الفيزياء، النقاشات اللي حصلت في الطفوله ما بتتنسيش ابدا. فاحنا عايزينك تكون معلم لا تنسى، ملهم لا تنسى، ولازم تؤمن بدورك، وده شرحناه. ده طيب نيجي للنقطه المهمه الثانيه جدا، والصوره معبره. يعني الصوره اللي قدامكم انت ما بتكلمش طوب قدامك، يعني انا مثلا لولا ان انا اونلاين ومعايا سلايتات انا كنت اخد ودي معاكم على طول، اديني سؤال واجاوب في وسط واشوف اللي بيرفع ايده، بس انا كمني في استوديو ومش قادر اعمل ده. فبالتالي عملت ايه؟ افضل شيء اقدر اقوم به ان انا ادي، وبعد كده بقى ناخد الاسئله منفصله. لكن في الحصه لازم على طول التواصل الجيد، مهارات الاقناع، مهارات الاهتمام بشكل individuals شخصي على المستوى الشخصي، مش العشرين رايحين جايين شرحت فرغت خلاص قلت اللي عندي وانتهى الموضوع، لا، عينك على الفصل كله، مين قاعد، مين متفاعل، مين بيجاوب، مين، وتحلل على طول عشان توصل للتميز والابداع. ولازم تسمع المراجعات وتسمع التقييمات اللي بتجيلك، يا اولاد الحصه كان فيها ايه، ايه اللي كان الوحش، هطور من نفسي. مش شايفيني كل ما انا بتكلم اقول لكم اكتبوا لي نفسكم نطور ايه في المحتوى، نفسكم نعدل ايه في المحتوى. لازم لازم تطور من نفسك كل سنه. ليه؟ يقول لك ده كام سنه، 30 سنه خبره في التدريس و20 سنه خبره في التدريس. ليه؟ مهم جدا انه عمل حاجات وشاف عقول كتيره. فده انا عايزكم تركزوا في الموضوع ده، الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل الجيد بتاعتكم، البادي لانجوج اللي بتستخدموها، ايديكم، الصوت بتاعكم، التون، عينيكم وانتوا بتتكلموا، ده كل ده ترانسفير نوليدج، بيوصل رساله، بيوصل ان انتوا بتحبوا. المحب للسبجكت والمحب للتدريس بيتنقل، الحماس معدي، حبكم للمادة العلمية معدي، بيتنقل للطلاب. دي حاجة معروفة، مش حاجات يعني حاجات، دي بديهيات وأساسيات في التعليم. فأنت لما تدخل وانت محب ده بترانسفير للي قدامك. فده أنا عايز حضراتكم تركزوا فيها عشان توصل لدرجة الإلهام والتأثير التواصل الجاي. من الحاجات الجميلة انك مهتم بطلابك مثلا، ودي انا شفتها بعيد، لما تلاقي مثلا الطالب الضعيف تحط الواد الشاطر في الفصول الاولانية ولا تحطه ورا ولا تحطه في الوسط، لو انت مش اونلاين يعني، لو انت في الفصل. دي لها تقسيمات، الموضوع مش عبسي، لا، هات الطالب اللي محتاجك، هات الطالب القصير اللي مش هيشوفك ورا، هات الطالب اللي بيتكلم وهينام ورا، طلع، رتب فصولك بناء على احتياجاتهم مش بناء على خناقاتهم. اللي هيوصل الاول يقعد في الصف، في طويل وفي قصير، الطويل ممكن نرجعه ورا والقصير نخليه قدام لانه هيحجب. الحاجه التانية الضعيف يبقى قريب منك، ايه يعني، إيه ابن احمد مثلا في الاوائل الصف لازم يبقى قدام لانه هيروح في حته تانية اصلا. فالحته دي هنقول لك ايه تاني اكتر من كده، لازم تخلي بالك من الحته دي، انك حتى الاي كونتاكت، انك عينيك وانت بتوصل بتبص على طلابك، لازم يبقى فيه نوع من انواع العداله والمساواه وتقسم عليهم، مش تدي ناس وناس لا، بس في ناس ممكن تاخد اكتر اللي هو عنده تشتت وتركيز، فلازم توازن، يبقى فيه عداله معايا كده. دي نقطه مهمه جدا يا ملهمين، التمكن من مادتك العلميه وانك بتطور بطريقة مستمرة. احنا كلنا بندرس، ممكن ندرس، اي حد يقول لك يا عم هو التدريس معضلة، لكن في مدرس لا متمكن، بفاهم السبجكت بتاعه كويس، بيحضر كويس، بيذاكر، بيحترم نفسه وبيحترم مكانته، بيحترم طلابه وعارف دوره كويس، فبيحضر.
انت بعد سنه والتانيه بتتحول، في ناس كتير بتتحول الى ببغاوات يرددوا ويكرروا، لانك سنه في التانيه في التالته خلاص بقيت بتكرر غصب عننا. بالتالي لازم انت تحدث، لازم تعمل ابديتس على طول، تذاكر وتقرا وتربط. مثلا دلوقتي عصر التكنولوجي والتشات جي بي تي، ما تربط يا عم كده حته 3 4 دقائق 5 دقائق بره المنهج، روح لتشات جي بي تي واساله سؤال وشوف الطلاب هتجاوب ازاي. فدايما ابديت يور سيلف، لازم تبقى لونج لايف ليرنر، لازم تبقى لايف لونج ليرنر، ده ما فيش فيه نقاش. التحديث المستمر، وتابع ناس معلمين مؤثرين، يكون عندك موجه يساعدك يحدث لك باستمرار، ده مهم جدا، ويحدث لك المادة التعليمية والأدوات اللي بتستخدم، ده مهم جدا. طيب عشان خاطر ما تخليش ولد يحرجك، احنا كنا بنعدل على مدرسين واحنا طلاب ثانوي واعدادي، والمدرس مش عارف المسألة يجيبها منين حافظها. لا كان في ولد يروح مغير، والله مش هقول اسمه لانه معروف في البلد، امام وخطيب دلوقتي كبير، فكان المدرس الرياضيات يقول له يا فلان مليني المسألة دي عشان أحلها. فكان مدرس متمكن جدا وشاطر ونبيه، فكان الولد يديله المعطيات بتاعة المدرسة ويروح مغير له رقمين غلط، فكان المدرس يشتغل ويحل ويمشي ويجي نطلع الناتج ونشوف المذكرة يقول له غلط. الولد ده ربنا يبارك فيه، ده من أعز أصدقائي وأنا أحبه في اللعب، لكن هو كان شقي جدا يعني، وكان يعديها في المدرس بتاعه يديله أرقام المسألة غلط، يعني بيمتحن المدرس يعني، ونقعد ندور نلاقي فيه رقمين غلط في الأول، الحاج ما اللي قوله غلط. فبس ده يثبت نجاح المعلم إنه مش حافظ، لو حافظ يقول له الأرقام كذا كذا كذا، لأنه بقى له 10 سنين 20 سنة، ما أنتوا عارفين يعني المناهج بتتحفظ مع الوقت، وطبعا ما فيش تطوير اديله. لكن طبعا ده مش في المدارس الدولية، احنا عايزينكم بعد الكورس ده بقى ناخدكم في معانا سبونسرز داعمين هينتقوا من البرنامج ده افضل الناس، وياخدوهم يدرسوا اونلاين بقى بالدولار وحركات وحاجات شغل عالي يعني. فهيئوا نفسكم ان انتوا بعد الكورس ده تكونوا ان شاء الله معلمين مؤثرين وملهمين، وهنديكوا شهادات طبعا بروفيشنال، بس طبعا بتكلفه، مش هتبقى دي مش هتبقى فور فري، الشهاده هتخرج شهاده بروفيشنال جدا، وان شاء الله يكون كمان ليها اعتماد وحاجات كده كتير، حاجه بروفيشنال هتخرج لكم ان شاء الله في نهايه هذا الكورس يعني. طيب احنا 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 لو جينا ندخل في حته، في حته مهمه جدا عايز الفت لكم نظرها، ان انتم بتادبوا قبل ما تعلموا، ان الادب قبل العلم. ودي إشكالية إن ناس كتير بتسأل، هو لماذا أبناء الجيل لا يحترمون ولا يوقرون المدرسين زي ما كان جيلنا واللي قبلهم بيحترم المدرس؟ طبعا الحكاية ليها بعد، طبعا مدرسة المشاغبين وغيرها مدارس وقللت من مدرس ومكانته ودوره في المجتمع، الإعلام والمسرحيات دي لها دور، ولكن حتى في المجتمع الغربي الـ student centered approach مثلا المستخدم في فنلندا بيدي للمدرسين للطلبة صلاحيات كتيرة قوي، ومنها انه يقيم ويبهدل المدرس، والنقطة تانية انه ينادي باسمه. وحتى لما كنت بتكلم من احد اصدقائي يعني في النانو مايكروسكوبي سنتر، كنت بتكلم انتوا حاسين انه عندكم اشكالية كبيرة في التعليم، قال لي اه، قلت له مستوى المدرس ومدى احترامه عند الطلاب الفنلنديين مش حلو يعني، قال لي كلنا مدركين، حتى في موفيز في بروجرامز يعني لقاءات ونقاشات بتتم في التلفزيون على الموضوع ده، في كارثه قائمه ان الجيل طالع ما بيحترمش المدرس، حتى في فنلندا واحده من افضل دول العالم في التعليم. فالعمق ده لازم ندركه احنا، احنا انا زي ما بقول تبقى ممتع تقول نكت وتحضر نكت وتضحك في وسط محاضرتك، وبالتأكيد انت شفت ان انا استخدمتها، لكن احترامك كمعلم والأدب داخل الفصل ده مهم جدا، بدون إفراط أو تفريط، ده مهم جدا، حزم وحسم ده مهم جدا. أنا لما حتى مع أولادي، أنا أب صديق ولعب وتهريج، لكن أنا أب ومربي، بتقدر أنت كذلك لازم تقدر
نفرق ما بين انا معلم وفي نفس الوقت صديقك. اي وش هتعامل معاك بناء على تفاعلك. الولد لازم يوصل له، الطالب لازم يوصل له ده من تعبيرات وشك، من التون بتاعت صوتك. لكن الادب قبل العلم، ده مهم جدا، انه يحترمك. ولازم الاب والام يتكلموا مع اولادهم وتقول لهم ابنك لا يحترم كذا، لازم يتكلم معاه في البيت وياخد عقوبات كمان، مفيش فيه مشكله، ونديله عقوبات في المدرسه ونجيب ابوه وامه نقول له ابنك محتاج تربيه، ابنك مش متربي يا عم الحاج. معايا؟ ده لا يتنافى اطلاقا ان اكون صديقه. خدوا بالكم، عشان في ناس بتخش تهرق ويتقلبوا اراجوزات كده، مدرسين مسخين، لا لهم لا طعم ولا لون ولا ريحه، بوظ الدنيا خالص، وماده تعليميه تعبانه، ويدخل بقى يهرق ويجري ورا العيال، وفاكر ان هو كده ايه راح خد الجيميفيكيشن واللعب والانشطه. لا يا حبيبي، الموضوع مش كده خالص، يعني انت معلم. طيب لا، وطبعا في مقولات كتيره في الموضوع ده انا يمكن ما قلتهاش وما شرحتهاش، بس انا يعني لازم اقولها بصراحه، اللي هو ايه، بيقول لك على حته اللي هو الادب قبل العلم وصلنا لايه. بيقول لك ان مثلا في امريكا في طلاب جابوا بتاع كده وشرشوف وش المعلمين فلفل حر مولع، وما كانش في رد فعل من المدرس لان القوانين لا تحمي المدرس، دي كارثه، ومن امن العقاب اساء الادب. لما نيجي في التاريخ بتاعنا في موضوع الادب ده، بتجد مثلا يقول لك ايه، قال ابراهيم ابن حبيب رحمه الله عليه، عجبني جدا شويه المقولات في الادب قبل العلم والتعليم والكلام ده اصلا، يقول لك يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من ادبهم واخلاقهم وهديهم، فان ذلك احب الي لك من كثير من الحديث. يعني اهم من العلم نفسه انك تتعلم الادب. في برضه في ترتيب المدارك وتقريب المسالك، قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. ده لازم انت تفقه الموضوع ده وتفهمه كويس جدا. قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى، كان يجتمع في مجلس أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قرابة 5000 أو يزيدون، 5000 نحو يكتبون، كان في منهم 500 يكتبون العلم، والباقية والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. أنتوا متخيلين يا جماعة؟ فأرجو أن أنتوا حضراتكم تدركوا قيمة الأدب وتفعلوا ده داخل فصولكم التعليمية، ويكون لكم دور تربوي مهم جدا، وإذا حصل تجاوز تقفوا بحزم وبحسم. طيب لما نيجي بعد كده بعد الأدب، في عندنا لازم يكون عندك مهارات التدريس الحديثة والملهمة عشان تنقب عن الماس. لما أجي أتكلم على مهارات التدريس الحديثة، أول حاجة بتكلم فيها دايما هي الكوميونيكيشن سكيلز. لازم المهارات دي تكون معاك قوية جدا، لازم يكون عندك مهارات قوية جدا في تبسيط المعلومة وتوصيل المعلومة وإيضاح المعلومة وإعطاء أمثلة وتطبيقات على المعلومة. كل دي مهارات تدريس. لو ما وضحتش يبقى أنت حافظ، والحافظ مش هتفهم. ما احنا قلنا لا يستقيم الظل والعود أعوج، الولد اللي قدامك مش هيفهم. فلازم أنت حضرتك يكون عندك مهارات تبسيط المعلومة، ما تحطلوش طوب جنب بعضه وتقول له انت ما فهمتش. طب ما هو دورك انك تفهمه، او تحط له لينكات او فيديوهات او تدي له مصادر تعلم يفهم منها ويتعلم منها، لانك انت اهم محور في العملية التعليمية. معايا؟ ثانيا دورك الملهم انك تنقب عن الماس. الاولاد دول عندهم امكانيات كتيرة جدا ومواهب دفينة، دورك انك تخرجها، ومش هتخرج غير بالنشاطات. لازم تعمل نشاطات، ولازم تستخدم التكنولوجيا دي من الحاجات، المهارات لازم تستخدمها. برنامج زي برنامج كهوت ده، لما بسأل ابني اقول له ايه اعظم حاجة في المدرسة دي، ده حصلت بعد ما دخل 6 شهور 7 شهور، قال لي كهوت. قلت له يا راجل، قال لي كهوت ده بعشقه يا بابا، الواد اللي عنده صعوبات تعلم ده.
قلت له البرامج، قال لي اه بقى اقعد اجري على السبوره واعلم كذا واختار كذا واجري كذا. من الحاجات الجميله وهو بيتعلم عربي مع معلمته اللي هي الاستاذه يمنى حسين، كانت مشغله له حاجه العاب وجيميفيكيشن وتدي لهم درجات، العيال هو بقى عنده قله تركيز، خلته بقى يسابق ويسارع، وعملت له تايمر وريتنج. انا بقيت مبهور بالتكنولوجي اللي هي بتستخدمها كمان في التدريس، انك تدخل الولد في جيمز، في جيميفيكيشن، وتدخله على ويب سايت يسمع قصه ويقرا قبل ما ينام، دخلته انك تخرط الولد في انشطه يبقى اكتف، الولد يتحمل مسؤوليه انه يعلم نفسه بنفسه. دي مهمه جدا ان انت كمعلم تعملها، ما تستخدمش ان انت one way communication، خد وهات منهم، خد وهات منهم، ده مهم جدا يا معلمين. فمهارات التكنولوجيا والمهارات التربويه، مهارات الاقناع، مهارات الاقناع، هل في معلم ما يقدرش يقنع؟ في حد انت بتبيع علم، بتبيع تعليم، بتبيع ساينس، بتبيع شيء ما تعرفش تقنع بيه وتخلي اللي قدامك يشتريه ويحبه ويتعلمه؟ لازم يكون عندك مهارات اقناع. فده مهم جدا، وان انت تلقط الاولاد ايه اللي عندهم كويس ومميزين فيه، وتكلم مع اولياء امور وتقول لهم ابنك شاطر في ده وشاطر، تنقب عن الماس وتخرج المواهب لينا عشان تطلع مبدعين معايا. طيب في برضو حاجه مهمه قوي، مهاره، لازم تغرس في طلابك مهارة ومحبة جمع العلم والمعرفة. طب وانا كمدرس هغرزها ازاي؟ يعني هكتب جمع العلم مثلا واقرأ على كوباية احطها له واقول له اشرب؟ جمع العلم والمعرفة هو لو شافك انت بتحدث نفسك وبتجمع وبتقرأ وبتحكي له ازاي بتقرأ، وبتقرأ قبل النوم وبتقرأ في المواصلات، وان انت وايه اثر ده على شخصيتك، واثر ده على حياتك، واثر ده على كل الناس اللي بتقرأ والمعرفة، خلاص العدوى بتنتقل. طب ازاي عاملها؟ بتقول له بتسال جوجل، اسال شات جي بي تي، اسال كذا، وتقول له الطريق ازاي، وتخليه يشتغل ده ويعمله، فبتبقى جزء من شخصيته اتنقلت له. لكن لو حضرتك ما بتعملش ده، فهو الواد مش هيطلع لايف لونج ليرنر. هيطلع ازاي هو شافك انت اللايف لونج ليرنر معايا؟ فده افضل وسيله انك انت تكون قدوه وتعمل الحاجه اللي نفسك طلابك يعملوها ويشتغلوا بيها. طيب من الحاجات برضو الجميلة اللي أنا شايف برضو إنك تكون متفائل وإيجابي وبتشجع وبتمدح، بتعامل بإحسان واعتدال. مش ده معناه إنك كل ما تشوف الوقت تقعد تنفخ فيه وتدي له كلام لحد ما تتغر، العادي يفتح كتاب ويفشل، لا لا لا، عمرنا عايزين الوسط، الاعتدال. عشان كده كتاب إحسان وكرم واعتدال، ما توصلش الواد انه بدل ما كان شاطر عمال تنفخه، لا، قول كلام طيب ولكن بتقييم حقيقي وصحيح. ولازم تكون متفائل وايجابي. يعني التعليم دلوقتي ناس تقول ملوش نتيجة، والتعليم ملوش لازمة، ويطلع لك حمو بيك قدام العربية البورشة، وشاكوش طالع لك قدام اللامبورجيني، واسمه ايه محمد رمضان طالع لك حاطط جنبه 3-4 مليون وطالع من قدام خزنة وبيعوم على الفلوس عوم فالعيال الاولاد طلابك خلاص الغاية من كل ده يا ابني هو التعليم ملوش اي لازمة في الحياة، واللي بيجيب فلوس هيجيبها من اي مكان اخر. يعني روحوا اعملوا زينا وخليكم مغنيين وفنانين وما عندكوش اي اثر ليه لازمه في الحياه، اغاني هابطه ولا وايه اللي انت بقى دورك ايه؟ مش دورك انك تبني في ابنك ايوه بقول تبني في ابنك اللي هم طلابك، دول اولادك، تبني فيهم القيمه، وان القيمه مش المال، وان مفيش مال يقيم شخص. الاثر بتاعنا في الحياه المسلم او المسيحي، يعني المسيح او موسى عليه السلام، اصحاب الرسالات دول ما جوش ياخدوا فلوس ولا كانوا عايزين فلوس، كانوا جايين لاعمار الارض وعلمونا كل الفكره، عايزين نوصل الى الله عز وجل بالعلم، ان احنا نتعرف على الارض ونتعرف على انفسنا ونتعرف ونستكشف ونسيح في الارض وننفع الناس بالعلوم دي. الولد هيعرف ده منين؟ هيشق
مش لازم يشوف حضرتك وانت بتتكلم وبتقول له قصص وبتحكي له قصص عشان يبني جواه حافز داخلي يقوم هو يجري ياكل الكتاب اكل ويدور على المعلومة ويبحث. اهم عامل دايما بقوله ان الولد يمتلك الحافز الداخلي نحو التعلم، هو التعليم يكون مطلبه. رب جملة انت هتقولها كلام ايجابي بتقوله، تشجيع، مدح، يرفع عنده الحافز الداخلي ويبنيه ويذاكر ويقرأ ويعمل بسببك انت. فانت دورك انك تكون متفائل، تقول له ازاي، مين اللي قال كذا، بروفيسور دكتور احمد زويل واخد نوبل برايز ودي كانت ذهب وكبيرة واخد فلوس، فلان الفلاني الدكتورة الهام فضالي، الدكتور فلان الفلاني، العالم فلان الفلاني، وتجيب له امثلة، بيل جيتس، هات له مارك زوكربيرج، قول له طب ما ده عمل ودرس وعمل ابليكيشن، ده بعلم الناس، التعليم، سي اوز الهنود اللي في مايكروسوفت وفي الكلام ده بيعملوا فلوس اكتر بكتير جدا في الدقيقة وساعة، افضل من لعبة الكورة وافضل من الفنانين. الناس اللي بتعمل سوفت وير وبيشتغلوا في الذكاء الاصطناعي وعاملين ستارت اب اللي ورا تشات جي بي تي، فلوسهم السي اوز دول والناس الكبيرة دي فلوسها اعلى من الناس دي، بس للأسف التفاهة هي اللي طاغية. فانت دورك توازن بقى، تعدل الدفة دي، تكلم الأولاد 5 دقايق ربع ساعة في بداية العام الدراسي، في وسط العام الدراسي، في التجمع أولياء الأمور، وتكلموا عن ده دورك كمعلم، لازم تكون متفائل وإيجابي وتشجعه ليمتلك الحافز الداخلي. أنت معايا؟ أنتوا معايا ولا إحنا نمنا ولا إيه نظام؟ تمام، هتفاعل معاكم كتير في نهاية المحاضرة دي. طيب، وطبعا عندنا الالهام، طبعا حتة ان انت محبة المادة العلمية بتاعتك وان هي بتنتقل كعدوى، انا شرحتها. وبعدين لما انت بتشرح حاجة، هو انا معقول مثلا اقعد ادرس انجليزي وتيجي تقول لي اتعلم انجليزي السبيكينج ومش عارف ايه ومش حلو، هتعلم ليه؟ انا اول ما بدات محاضرتي قلت لماذا نحن هنا، ده حق الطفل انه يبقى عارف هو ليه في الرحله التعليميه دي معاك، وايه الفايده منها، وايه اثرها على حياته، وقدام ايه اللي هيحصل له لو اهتم بيها، عشان يجي عنده حافز داخلي نحو الدراسه. انتوا عارفين لو اتحركتوا بهذا الشكل وتعاملتوا مع طلابكم بهذا الشكل، الاولاد هيحبوا اللي بيدرسوه، هيتفوقوا من داخلهم هم، لانه هم فهموا وابتسموا وفرحوا ان هم بيدرسوا ده لنفسهم ولزياده قيمتهم في الحياه. ده مهم جدا ان انتوا تعلموه، ابراز الاهداف من الدراسه. ودايما لما تدخل قول لهم هتدرسوا ايه النهارده وهنخرج بايه النهارده، انت مش ماشي على شريط قطر، انت ما بتعلمش طوب قدامك مرصوص. معايا؟ لازم تحترم عقولهم وتحترم الفضول بتاعهم، ولما حد يسال تاخد السؤال وابريشيت، تقدر هذا السؤال. لازم تروح تدور عليه، ولو مش عارف اجابته قول مش عارف عشان يتعلموا، يقولوا ما نعرفش لا نعلم، مش تهبد عشان مدرس، لا، قول لهم الحته دي مهمه جدا والسؤال مهم جدا، انا قريت واعرف بس انا ممكن اقول الاجابه مش مكتمله، خلوني ارجع استوثق واشوف العلم حديثا قال ايه في الموضوع ده. ده مهم جدا عشان ما نعلمش العيال تهبد يعني من منذ طعومه اظافرهم. يعني هو الهبيت جاب منين؟ ما هو اتعلم على ايد هبيت عادي يعني. فده مهم جدا. من الحاجات الرقم 9 المتعة واستخدام الأنشطة والتقنيات الحديثة والألعاب. يعني أنا مش متخيل إن حد يطلع يعمل حصة وما يبتسمش وما يعملش إفهات وكوميديا وكده، أمال إيه؟ لازم تطفي جو مرح. انا سؤالي بس، يعني انا لو انا ما حبيتش طريقتك في التعليم وان انت بتعمل كوميكس وبتحكي قصص جميله وتجيب العاب وجيميفيكيشن انت بتخلي الرحله التعليميه معاك ممتعه، تخلي العيال تحب وتستنى حصتك. والله العظيم كان في مدرسين نستنى الحصه بتاعتهم ونفسنا ما يخلصوش. ليه نفسك ما يخلصش؟ ممتع، الراجل ده ممتع، يقعد يحكي قصص متفهمنا، بينصت لينا، يخلينا نعبر ونتكلم،
بيجيب جيمز والعاب كهوت، بيستخدم برامج وتكنولوجيا. ايه المشكله يا سيدي؟ ايه جاهز نكت وحاجات وقولها حقيقه يعني، يعني خليك فاني، خليك ممتع، خليك مضحك، خليك بس. وهذا له امتداد يا راجل. النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، تبسمك في وجه اخيك صدقه اللي هيقابلك في الشارع. فما بالك طلاب ربنا اقامك واداهم لك امانه في رقبتك، تقوم لا تبتسم ولا تضحك ولا وفاكر ان مثلا ان الوش الخشن ده هو ده اللي بيعلم؟ لا يا حبيبي، مش ده اللي بيعلم خالص. الريسيرش والابحاث بيقولوا مش ده اللي بيتعلم. ده احنا العالم كله رايح للجيميفيكيشن، كله فن ولعبه ومرح، الاولاد تتعلم. وبعدين اذا ما كانش اللعب والمتعه والمرح في الالعاب في التعليم، امال هنخليه فين؟ يعني يعني انا مثلا اكثر مواقفي التربويه بعملها مع عيالي وانا بلعب معاهم كوره وانا بعوم معاهم في حمام السباحه. اكثر شيء لما كنت بعلم عربي وقران، كنت بروح اخد العيال في وسط اللي انتوا شفتوهم في الصور دي واخدهم اخليهم يلعبوا الكرسي اللي هو يجري حوالين الكرسي كده، واروح موقف وهم واحد ونخرج واحد ونلعب. ليه؟ كنت اخليهم يتعلموا الارقام والحروف. يعني مثلا اقول واحد اثنان ويعدوا يتعلموا عشان اعلمهم الحروف، ويجروا ويتفاعلوا وانا اتفاعل معهم باللغه العربيه الفصحى، ويتعرفوا على كلمه الكرسي، ويتعرفوا على اسم اللعبه، ويتعرفوا على اسماء بعضهم، وينادوا بعض بلغه عربيه. فبالتالي الحصه رحت جبت مره حاجات كده اللي بتعلم ستيم، ساينس تكنولوجي ماث، روبوت بالخلايا الشمسيه او عربيه وتمشي بالخلايا الشمسيه، واخلي الاولاد يركبوها. ده كان هدفي، يركبوها ويعرفوا الحاجات اللي بيركبوها دول وهم مستمتعين، يعرفوها بالكلمات اللغه العربيه وبجمل عربيه. فانا كده بعلمهم وهم بيعملوا حاجه حركيه بايديهم. ايه المشكله يا سيدي؟ طلع الواد يكتب على السبوره وخليه يديله دور المعلم والمدرس، خليه يعمل بروجكت هو معايا، وخليه يحكي لك عن اكثر موقف امتعه الاسبوع اللي فات ويقول نكته خفيفه في وسط الدرس. ايه المشكله؟ وما المشكله في ذلك؟ ده مهم جدا. ده برضو النقطه رقم 9. ونجي للنقطه رقم 10، خلي طلابك يعبروا عن نفسهم. وده يعني مش عارف اقول لكم مبحث مهم جدا، موضوع التعبير. يمكن كنت اتسألت في مرة عن كتاب عافر، كتاب عافر، وفي احد اللقاءات في حفل توقيع كتاب عافر. وعلى فكرة يوم 25 يوم الحد الساعة 10:30 في حفل توقيع ان شاء الله بعد محاضرتي وبعد الحلقة النقاشية، هيكون في حفل توقيع كتاب عافر. الكتاب ده كله عبارة عن الرحلة ومقالاتي ومع تربوية وتعليمية وتدريسية، هيفيدكم كتير جداً. اللي عايز الكتاب ده مش موجود غير، ما بعملوش غير في حفلات التوقيع بتاعتي، وبتصور مع الشخص وبوقع عليه. كتاب عافر، قلت ان كتاب عافر هو حالة من التعبير، ان انا بعبر، انا اعبر، انا احيا في الحياة. التعبير نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى انعم علي بيها، اني بعبر، بعبر في الكتابة، بعبر عن محبتي للناس، بعبر عن تقديري لهم، بعبر عن مع شريكة حياتي عن أصلها وفصلها واللي هي بتعمله معايا، بعبر لأولادي عن امتناني لربنا إن هم أولادي. التعبير، تعبير نعمة كبيرة لازم تتدربوا عليها دايما. لما تقروا في كتاب عافر هتعرفوا إنه حالة من التعبير، حد بيخرج بيفضفض بيتكلم. وأنا صغير ما شفتش مدرس واحد اداني الميكروفون وقال لي اتكلم عبر. عشان كده حوشت كله لما بعد الجامعه وخدت الدكتوراه، فبدات بقى اعبر على السوشيال ميديا، فانا اعرفهم، اعرفهم تعبير. فالتعبير حاجه جميله انك تعبر. ادوا لطلابكم فرصه ينتقدوكم ويعبروا، ارجوكم كمعلم خلوهم يقنعوكم، خلوهم يتكلموا، خليهم يوصلوا لمستوى الإبداع، خليهم يختاروا تحبوا تبدأوا بالجزء ده من الدرس ولا الجزء من ده من الدرس. يا عالجمال، يا عالجمال لما تخير الطلاب في بداية الدرس، تبدأ بالشابتر ده أو الجزء ده ولا الجزء ده. سيب الأولاد يختاروا، الاختيار نعمة. الله سبحانه وتعالى خلقنا أحرار،
العبودية لله وحده. ما تخليش أولادك، شوف الله سبحان الله وكأن الله يجري على لساني، ما تخليش أولادك في الفصل وبناتك، خليهم يختاروا الطريقة اللي يتعلموا بيها، خليهم يختاروا طريقة الدرس وتبدأ بإيه وتنتهي، خليهم يختاروا، خليهم يعبروا عن محبتهم، عن انتقادهم، اسمع منهم المراجعات، خليهم يعملوا بريزنتيشن، يعرضوا شيء قدامك ويشرحوه ويحطوا فيديوهات ويحضروا شيء ويتكلموا، امنحوهم فرصة داخل الفصول ان هم يتكلموا، ما تكبتهمش، مش وان واي التعليم، مش وان، خليهم اكتف، نشيطين في العملية التعليمية. ده مهم جدا ان انتوا لازم تعملوا. من الحاجات المهمة عشان تكون ملهم بعد 10 واللي انت لازم تفهمها هي موضوع learning styles عند الطلاب بتوعك. ده جزء اصيل لازم يكون في شخصية المعلم، ما ينفعش ما يكونش فيه. يعني مثلا في ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بقدرات، ما فيش نسخة طفل زي التاني. حتى انا عندي توأم، التوأم مختلفين تماما، حتى التوأم اللي في بطن واحد او من صلب رجل واحد، وبلاش اقول لكم سبحان الله، تماما سلوك مختلف، تفكير مختلف، تحصيل دراسي مختلف، عقل مختلف، كلها. فما فيش اتنين مختلف، ففي واحد فيجوال هو مرئي ماشي، بيحب الصور، عايز يشوف صور، وفي مثل بيقول لك صورة تغني عن ألف كلمة، وأنا لا أتفق مع المثل ده، الصورة تغني عن آلاف الكلمات. أنت ممكن صورة واحدة تقف قدامها تعبر، تألف كتاب. واخدين بال حضراتكم؟ فلما تلاقي واحد طالب حضرتك او حضرتي بتدرسيله، والولد ده بيحب الصور والالوان، هو بيتعلم بالملاحظه وبالمشاهده، اديله فيجوال، اديله فيديو وسط شفت الفيديوهات اللي انا عامل لها امبيدنج مع محاضراتي جوه المحاضرات، حط فيديو جوه المحاضرات، فيديوهات، وسيب الطلاب تتكلم وتعبر عن الصورة ويتكلموا. الولد ده مرئي مثلا، عشان تجيب الفئة، ما هيبقوا كلهم معاك، انت فاكر يعني؟ ايوه. وفي منهم السمعي، الولد بيحب يسمع ساوند ميوزك، learning by listening، بيحب الاستماع والترديد، وان الفصل يقول مع بعضه، حتة جميلة جدا جدا، مش وحشة خالص ان الفصل يقول ويجاوب حاجة مع بعض. عشان كده بتلاقوا مدرسين اللي يقعدوا يسمعوا، يعملوا موسيقى ويعملوا قصة، والناس وبيكسبوا مليون جنيه في الشهر، والناس زعلانة منهم، ويجيبوا الناس في الاستادات ويألفوا أغاني. دول بيفهموا، بس دول اشتغلوا فئة معينة، وأتمنى يعني ما يستخدموش أداء هابط، وأتمنى أن الناس اللي بتغني وراهم العلم ده يكونوا فاهمين هم بيقولوا إيه. أتمنى يكون ده حاصل، لو مش حاصل تبقى كارثة. تمام كده. ففي سمعي، اشتغل يا سيدي بصري، واشتغل شويه سمعي، واشتغل شويه فيربال، ايه المشكله يعني؟ child prefers using words in both speech and written and loves role playing. الله الله، لما تديله هو المحور بتاع التعليم، هو اللي بيشغل وبيكتب وبيقرا. انا بحب اطلع اديله اللي هو يتكلم، اديله الميكروفون، خد يا ولد اتكلم واعمل. الواد بيحب يعبر. ابن احمد مانجا هو فيربال اصلا، يعني دي ما فيش فيها نقاش، يعني لازم المدرس يديله الميكروفون. طلع لابوه هيجيبه منين يعني؟ فيزيكال، ابدا اتحرك، قوم اجري، قوم يا عم اطلع، قوم. انا كده نتعلم، ليرنينج باي دوينج، اعمل حركات، اعمل حبشتكنات، اتشقلب للعيال، ايه المشكله؟ خليهم يعملوا نشاطات ويجروا ورا بعض ويعملوا مجموعات وشد الحبل، واثناء ده يتعلموا، ايه المشكله؟ هاندز اون، هات لهم مكعبات ويوصلوها ويتعلموا من خلالها. الناس دي حركيه، عايزين يشغلوا ايديهم وعايزين يدخلوا اجسامهم. في ناس كده، لازم ده ليرنينج ستايلز، لازم تبقى عارف ان دول عندك. وفي منهم العيال بتوع اللوجيك، وده عندي برضو في البيت، عندي اللوجيك، بحب الرياضيات بقى وكل حاجه بحساب بقى، التفكير المنطقي بقى، ولازم يفهم وبالحركه دي هيوصل ليه، ودي ليه، ودي بيترتب عليها ايه. طبعا عندك ناس كده بتوع ماث وفيزيكس، عندهم ده في دمهم، ربنا سبحانه وتعالى خلقهم ده بالفطره، موتهم انت بقى، ما تديهمش حاجه منطقيه ولا فيها عقل ولا ترهيب. تمام. سوشيال، في واحد سوشيال بيحب يتعلم في مجموعات، نفسه يكون في مجموعه، بيبقى ان
بيحصل انفكشن، عدوى ما بين المجموعة. لما واحد صغير يشرح لواحد صغير من طلابك ده نجاح ليك كمعلم، ادي المجال للأولاد الصغيرة الفاهمة تشرح للأولاد التانية ويساعدوهم أحسن منك، يقدروا يعملوا عمل جماعي بروجكت مع بعض ويتعلموا مع بعض ويستفيدوا مع بعض، وانت بفاسيليتيت بتساعد في في العملية التعليمية، وسيب الدنيا تمشي، ايه المشكلة يعني؟ وتدخل لما تبقى محتاج تدخل معايا. دي من الحاجات، في طلاب اجتماعيين سوشيال جدا معاك وحبيحبوا يتعلموا في مجموعات ويشتغلوا بروجيكتس في مجموعات ويعملوا بريزنتيشن في مجموعات، كل واحد يقول دقيقة ودقيقتين ويدخلوه على بعض ويوروا الشغل مع بعض، ايه المشكلة في ده؟ عندك مثلا في حد بيحب العزلة عايز يشتغل لوحده، عندي ده اندبندنت، هو عايز جو من الهدوء وما بيحبش حد ودانه وعايز يشتغل مع نفسه، دي مساحة للناس دي تشتغل مع نفسها عادي وبالراحة بشوية، خليهم يشركهم، خرجهم من الزون دي بشوية بشوية، لكن لو مستوى إبداعه في الزون ده خد بالك ممكن ما تقدرش تخرجه، عادي علمه بالطريقة دي، حاول تساعده. في ناس كتيرة تقولك يا دكتور ما هو اصل احنا ما مرتبطين بالمنهج واحنا عندنا عايزين نخلصه ومش لا لا لا، ما فيش الكلام ده، ما فيش تحجج انك تستخدم الادوات دي كلها داخل فصلك، حضرتك مش ماشي على شريك، ده دورك انك تستخدم الحاجات دي بشكل او باخر المتاح عندك وتطور مهاراتك وتستخدمها وتبدع. رسم والالوان، هل بتحب الرسم والالوان؟ هل بتحب تغني؟ حط الشغل ده في بيت شعر وصانج حلوة كده ونعناش، ايه المشكلة في ده؟ هتحصل ايه يعني؟ هيجرى لك انت حاجة كمعلم؟ خلي العيال تحب مادتك التعليمية بالنشاطات، learning by doing، معايا كده؟ طبعا انا بالنسبة للحتة دي مهمة جدا جدا لازم تعرفوها، وانا انا اظن ان انا بالنهاية دي انا كده وصلت لنهاية محاضرتي النهاردة، المحاضرة الثالثة والأخيرة، لكن أنا هاجي معاكم في محاضرات تانية، لكن الصورة دي شوية ليها عندي مغزى وليها طابع شخصي، ويمكن باش مهندس مرزوق من وراء الكاميرات قال صورتك مع والدك، وهو طبعا والدي ولكن يعني مش والدي الحقيقي، لكن هو والدي المربي الشيخ فتحي العشماوي رحمة الله عليه. شيخ فتحي العشماوي كان بيعلمنا القرآن الكريم، وكان مش أنا لوحدي، ده هو معلم للقرية والقرى المجاورة، وهب حياته كلها لتعليم كتاب الله بالمجان وبدون مقابل. شيخ فتحي مش بس كده، شيخ فتحي هو أول شخص اداني هدية، وكان ألم بك لا أنسى، وكنت في احتياج له أن أنا أستخدمه، كنت فخور جدا لما سمعت اللوح راح مطلع قال لي يا محمد، كان هو يعرفني بمحمد الى ان مات كمان، يقول لي يا دكتور محمد، ده اسم الحركة عشان بس قديم يعني، وكانت والدتي رحمة الله عليها تستخدم الاسم ده، فهو يقول لي يا دكتور محمد لما فداني الالم البك دوت، وكان بيجيبه من جيبه، مش بس ما بياخدش مقابل، لا وبينفق من جيبه عشان يعلمه. فأسأل الله عز وجل أن يكون الكورس ده في ميزان حسناته وحسنات أمي رحمة الله عليها. الشيخ فتحي يعني لما في زيارتي الأخيرة لمصر مش دي رحت، كانت العربية طالعة وكانت أسرتي معايا، وأصريت أن أروح له وأبوس إيده وأسلم عليه، وقلت للسواق أشور لك امشي لبيت الشيخ فتحي، ويومها قالوا لي امشي بسرعة وتحرك عشان الليل، قلت لهم لازم أزور الشيخ فتحي، لازم أزوره، ما ينفعش انزل من غير ما ازور الشيخ فتحي العشماوي. رحت وقبلت يده، كان اللقاء الاخير، تخيلوا ان مات تاني يوم، كان اخر شيء قاله لازم تزورني، لازم تفضل تزورني، وكانه يعني بيقول لي تزور قبري، ومات تاني يوم او تالت يوم. الحمد لله ان انا قابلته، والحمد لله ان انا قبلت يده. الراجل ده عمل للقريه الكثير الكثير الكثير، ده المعلم الملهم والمؤثر في كل من علمه، كان فتح بيته ليل نهار لتعليم القرآن الكريم مجانا لوجه الله عز وجل، مات يرتل القرآن ويعلم القرآن ويدرس في القرآن ويخرج من ماله من أجل القرآن. شوفوا بيته
من ورا الستارة تلاقي طوب أحمر والعشة وحياة. يعني أنا كتبت عن الشيخ فتح العجماوي وقصته في كتاب عافر وإلهامه وتأثيره فيه. ربنا يجازيه عنا كل خير ويجازي كل معلم يعرف قيمته ويعرف إن أثره بيمتد لأعمار وأعمار من يعلم. ودي كانت خاتمة الكورس. وأعتذر طبعا أني لا أتملك نفسي في مواقف وقصص معينة عشتها وأبكي فيها، وأنا ببكي ما بقدرش أمنع نفسي ومش همنع نفسي أني بحب أعبر، برغم أن هم قالوا لنا وإحنا صغيرين الرجالة ما بيبكوش، رجالة ما بيعيطوش، والكلام ده طلع كله كذب وخرف وهبل. لما سافرنا وتعلمنا عرفنا ان الرجال تبكي والنبي بكى والصحابه بكوا والرجال يبكوا، شيء عادي انك تعبر وتخرج وتفضفض، ولو عندك طالب بتعلمه وبيعيط عادي، ايه المشكله؟ بيبكي من التاثر، بيبكي من المشاعر. الحمد لله ان باقي فينا شيء من الناس الجميله اللي علمونا وحابين نوصله لحضراتكم. انا خلصت. انا دلوقتي معاكم احتراما ليكم واحتراما للانجيجمنت واللي بيتقال عليه ان انتوا تنخرطوا في العملية التعليمية، فانتوا معاكم دلوقتي زي ما بنقول كده المايكروفون، عبروا اسألوا. يلا توكلنا على الله، ناخد الاسئلة. وانت بقى يا باش مهندس ربنا يبارك فيك يا باش مهندس مرزوق، طلع لنا الدرر بقى، الاسئلة نجاوب بقى. اسألوا حول ما شرحناه. الاساينمنت الاخير على ده، لان ده هيبقى الفيديو التالي، الاساينمنت بتاعكم، اياكم تنسوا ايه العنصر اللي انتوا شايفين انه لازم يكون في المعلم الملهم. انا عايزكم تبدعوا، عايز حضراتكم تبدعوا، تطلعوا لي حاجة انا ما قلتهاش، وقعت مني من قراءاتي من الابحاث من عادي جدا، عايز اتعلم منكم. انا راخر، انا حريص ان اتعلم من حضراتكم، فاكتبوا لي تحت ده. بيقول السؤال، بيقول كيف يعلم المعلم طالبا في مجتمع يحتقر المعلم؟ الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس، الغنى بالله عز وجل. اذا ادركت قيمتك وان انت بتسبح ضد التيار حتى تبني اثر، تصنع اثر، تترك اثر ايجابي في هذا العالم، هتستشعر السعادة ويقول ما يقولون، مش هيفرق عنه. يا شباب، اول ما طلعت، يا افاضل، اول ما كتبت على السوشيال ميديا، ناس كتير جدا قال لك ليه تكتب في التعليم وتنقل لنا تجارب من ألمانيا وفنلندا؟ يا عم ركز في عيالك وفي بيتك وخد فلوس واستمتع بأوروبا وسافر كل دول العالم وتجنس وروق. انت ليه مهتم بالتعليم وانك تنقل خبرات والكلام ده؟ زقطت كده وعيش حياتك. هم لا يستشعرون مدى السعادة اللي جوايا وانا بعبر وبتكلم في التعليم. فانت حضرتك عادي، كل واحد يقول اللي عايز يقوله، يرمي. انا مت، انا امنيه من امنيات حياتي، فاقعد اقنع عيالي، نفسي واحد فيهم يطلع تربوي مدرس، تخيل، رغم ان هم شاطرين ما شاء الله جدا ومستقبلهم ان شاء الله كبير، ولكن نفسي واحد يكمل في التعليم ويبني في التعليم. فدي ده 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 مهم جدا جدا يا شباب، يا افاضل، يا ملهمين، يا مؤثرين، يا معلمين، ان سعادتك هي سعاده داخليه بالاثر اللي بتتركه. مجتمع ايه وبتاع ايه ومسرحيات اللي بيطلعوها، ولا لو والعيال الاراجوزات اللي بيتقال عليهم اصلا مشخصاتيه، ده التعريف الحقيقي، ويطلع قدام اموال وفلوس ويرامي شهادات التعليم ورا، او يروح يشتري مثلا شهاده الدكتوراه من مكان معين، يقول لك انا خدت دكتوراه مش عارف، الرقصات وبتاع بيدوهم دلوقتي شهادات تقدير عادي. يعني انا بضحك على هبلهم، مش بضحك على بضحك على هبل اللي بيمنحهم الشهادات دي، لكن انا جوايا في غايه السعاده والانتشاء. ولما كنت بكتب يقول لي سيبك من ده وما تكتب، فضلت اكمل اكمل، ودلوقتي ملايين بتتابع بفضل الله عز وجل، وبيعلقوا، واثر كبير جدا لم اكن لاتخيله. يا
هيفرق ايه؟ يكفي اثر برنامج مع معافر يعني، وهو برنامج تربوي تعليمي بامتياز. اسمعوا حلقات مع معافر، افضل خيرة عقول العلماء على مستوى العالم العربي، من افضل جامعات الدنيا، بعمل معهم لقاءات وحوارات، بطلع زبد الزبد البهريز بتاعتهم في برنامج مع معافر. كانوا 10 بيشاهدوا، بقوا 1000، بقوا 100,000، بقوا مليون بيشاهدوا، بيشوفوا عندي على قناة اليوتيوب. اهو 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 اسمعوا اهو، جابوا معايا والله من فنلندا اهو، قعدوا يضحكوا عليا يقولوا انت بتتكلم في التعليم محدش هيسمعك، بتعمل فيديوهات فيديوهات كام ساعة ومش عارفة ايه وملهاش لازمة، واعمل 3 دقايق واربع 3 دقات وعشان تجيب فيديوهات كتير وتاكل عيش بقى وينزل لك فلوس، وتم فلوس ايه يا اهبل انت. هنطلع جايب بروفيسور من ستانفورد، من MIT، من هارفارد، من ناسا، اطلع معاها واقطع 3 دقايق ودقيقتين؟ ده انا اقل شيء عايز ساعة ونص عشان انا اتعلم، انا اتعلم كرمزي عبد العزيز. لا، بلوكاية تنزل، اللي عايز يشاهد ويتعلم معذرة الى الله وضعناها على اليوتيوب، الكورس ده موجود اهو، اللي عايز يتعلم يتفضل يتعلم. احنا قد ايه بنأدي اقصى ما عندنا، هي دي امكانياتنا، وده اللي بننتجه وبامكانياتنا، ومعانا رعاة وداعمين، وبنقول باذن الله مكملين. اللي عايز يشاهد ساعة واتنين وتلاتة ويذاكر يا مرحب، مش عايز يا مرحبتين، مش عايزين مشاهداته اصلا ولا تفاعله اساسا. انا مش هجري ورا حد، بس طبعا اللي هيبقى معانا لا هيطير، هيطير في مدارس دولية من الاخر، هيزود دخله، هيدخل عليه عائد كبير جدا. وهو يعني انا اذكر بنت طالبة هي معلمة اولاد اللغة العربية، تخيلوا ان ابني عندها دلوقتي عايش معاهم في بيتهم بتعلموا كتابة اللغة العربية، معلمة يمنى، تخيلوا وصلت لحد فين، جزء بقت جزء من عيلتنا. لما نزلنا مصر خدت ابني استلمته، تعلموا لغة عربية في البيت، تكتبه عشان عنده صعوبات ومحتاج حد يساعده على ايده. ايه المشكلة؟ المعلمة بتاعته بتعامله زي امه افضل كمان، ايه المشكلة؟ تعالوا، الطالبة دي ازاي كتب التعليق ليا في احد البوستات، قعدت ساعتين عشان تكتبه. لما قرأت التعليق وجالي شوف التعليق ده، مش تعليق واحدة عادية، دي شخصية مؤثرة ملهمة، على طول تواصلت معاها ومشيت معاها رحلة تعليمية. بقالنا من 2000 رحلة 3 سنوات، جات لي حضرت محاضرات، كل بشوفها بتعلم، عمالة تعلم وماشي معاها خطوة بخطوة. دلوقتي 500-600 طالب على مستوى العالم، ما شاء الله، الله أكبر، بتدرس بمهارات أعلى من الفنلنديين وأعلى من الأمريكان وأعلى من أي حد. ما تخشش لو دخلت مدرسة دولية تطلب الرقم اللي هي عايزاه. أنت حضرتك شايف نفسك صغير، خليك صغير، ما تتعلمش المهارات دي وما تستخدمهاش عادي يعني، مفيش فيها مشكلة يعني، حدش هيقول لك لا. لكن اللي هيستخدمها هيطلع لك لسانه بعد كده، هتشوفه راكب أحلى عربية، دولارات بتتحول له أونلاين، أنا شفت ده بعيني، أنا نفسي بالدفاع لي باليورو وأنا بدرس قرآن وعربي وحاجات كده كتير. فخدوا بالكم يا شباب من الحتة دي، الله يبارك لكم. بالنسبة للاختبار، في assignments كتيرة وفي workshop واحتمال يكون في اختبار في الآخر. احنا مش ماشيين على شريط قطر في الكورس ده، الكورس ده فيه إلهام وفيه تأثير، فاحنا مرنين لدرجة ان احنا نعمل انترفيوز في الآخر لحضراتكم، مرنين للمية اللي هياخدوا شهادات مثلا، اللي هيقولوا عايزين شهادات دول ممكن نعمل لهم اختبارات ونعمل لهم كذا ونعرفهم بالاسماء، وكمان اطلع منكم ناس معايا على صفحاتي. انا 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 معضلتي ايه في الالهام والتاثير، مهم جدا يعني. احنا عايزين، وده الجزء الاخير، انت لازم تبقى ملهم لاولياء الامور، لازم تبقى ليك كوميونتي وباني مجتمع. اليوتيوب بعت لي الدرع دي لاني بنيت مجتمع فوق 100,000 سبسكرايبر مشترك معايا في القناة، فده مجتمع اللي انا بنيته، فبعت لي شهادة تقدير ومعاها الدرع، وكمان بيدي على الادز والاعلانات فلوس. ليه ده؟ عشان نجاحي في بناء المجتمع ده. فين بقى انت مجتمعك كمدرس ومعلم؟ لازم تبني مجتمعك، ما تخشش السوشيال ميديا بلغة انك تدخل تعلق للناس وتجاوب وتتفاعل لا، خش بعقلية انك برضو بتبني مجتمع. كل يوم بوست كده محتوى مدقق تكتبه، بس احنا هنيجي بالتفصيل للكلام ده، تمام كده؟ ازاي تبني مجتمع، ازاي تبقى انفلونسر مؤثر
مؤثر، لازم تبقى عندك اكونتاتك. استاذه يمنى دي دلوقتي انفلونسر وبيتابعها الاف مؤلفه، كانت اول تجاربي. والدكتور ياسر عبد الفتاح العقيده، خلينا العقيده بتدرس بطريقه مختلفه تماما، العاب وجيمفيكيشن وعرض وشرح وتعليم. اللي انا بحكي فيه ده خليت مدرس كان ما كانش بيدرس خالص، صفر تدريس، وخد كورس بيداجوجي دوره دبلومه سنتين، ودلوقتي ما شاء الله معاه طلاب من كل انحاء العالم. احنا مشينا الحاجات دي، الكورس ده نتاج حاجات كتير عملناها، دورات كتير، ادارت مدارس وادارت كورسات ومنصات اونلاين اسستها عشان التدريس. فاكر ان انا طالع اتكلم كده كام يا ربي دلوقتي من رحلتي في التدريس؟ من 2009، من 2009 بتتكلموا تقريبا 14-15 سنة، بدي اونلاين ودي اوفلاين واعمل منصات وبزنس للتعليم، عملت حاجات كتيره جدا في التعليم. لا تتخيل المبادره دي خلاصه الخلاصه معايا، اللي هو المعلم العصري بقى اللي احنا عايشينه ده. بتقول سمر، بتسال بتقول ان المعلم معانا ربع ساعة يا شباب، بيقول يحصل في دراسات تربوية بيقول عنده قصور في التدريس على عكس المعلم الذي لا مش كده خالص. الموضوع ايه؟ في ناس كده بتلاقيهم تربويين عاطفيين عندهم احسان. يعني مثلا انا اولادي مثلا العيال هتضربني، اقول لك كل شوية بتشرح وتستخدمنا ليه معاك في السلايتات وهتبقى مدعكة، يا رب بس ما يشوفوا الفيديو ده. في ولد بيبقى تربوي باين عليه كده انه بيقعد يشرح لزمايله في الفصل، انا كنت كده في دفعتي، يعني انا كنت بشرح لزمايلي وبعمل لهم الملخصات والملازم، انا كنت الشخص ده محوري في الدفعه يعني، واللي يسال او اللي عاشرني في دفعتي دفعه 2002 علوم كيمستري جامعه الازهر هيعرف اني كنت بعمل ده، وكنت بكسب فلوس كمان من ورا الملازم بتاعتي، فكنت انا بجيب امتياز، وفي ناس تجيب جيد من الملازم ومذاكر من نفس الملزمه، فطلعوا عليا سمعه. قال لك رمزي عبد العزيز بيعمل لنا ملزمه تجاريه يكسب منها فلوس، ويعمل ملزمه تانية له هو يجيب منها امتياز عشان احنا كده بنجيب جيد. عبط هبل، انا عندي وقت اصلا؟ ده ايه كانت بطخ، كان خطي حلو، خطي وما زال خط، ده انا خطاط هوايه الخط. فالحته دي مهمه جدا، فالشرح، فدي ناس بيبقى عندهم المقدره دي سبحان الله منذ الطفوله، منذ نعومه اظافرهم، لكن الخبره تثقلها. يعني لازم بقى تعليم وتخش في برامج وتاخد دورات زي ما احنا بنعمل، وتقراي وتتابعي منصات وتروحي مدارس وكورسات وتقري، كل ده يثقل العملية التدريسية. لكن الثقل الرئيسي فعلا، فدايما حتى الناس اللي بتخش في العملية التعليمية وانخرطوا فيها نقول لهم روحوا تطوعوا، درسوا بالمجاني عشان تتدربوا وتتعلموا عشان تاخدوا خبرات، لانه مهم جدا تذكروا خبراتكم، ده مهم جدا. يبقى الدراسة وكذلك البروجيكتس، انك تدرس وتنخرط في العملية التعليمية، ده اد فاليو كبيره لحضراتكم كمعلمين. ناخد هنا بيقول كيف يتم تصميم منهج كامل ومنسق للطلاب ومنسقه بالصور؟ ده في الكورس، ده الجزء الثاني من الكورس اللي هيقوم بيه الافاضل الكبار بقى في التعليم معانا، عتاوله ما شاء الله، عمالقه في التعليم، هيشرحوا لكم الكلام ده خطوه بخطوه، بناء المنهج. وانا قلت في المقدمه الكلام ده، كيف نتعامل مع الطالب السلبي؟ مثلا بيغش أثناء حلقة القرآن الكريم، أو الذي لديه تركيز. دي نقطة مهمة جدا، أخلاقية وأدبية، بس يعني يمكن مش عايز أقول لينا ليها قصة دي، حتة الغشاش ده احنا ما شاء الله كان عندنا مجموعة، كان عندنا واحد يدخل يوتيوب يسأله ازاي يغش في الامتحان، بيستنى اليوتيوب يرشح له فيديوهات تعلمه يغش ازاي. فلما بنيجي نتكلم مع الموضوع ده بناخده بسهولة ويسر، ان شيء طبيعي جدا ان الطالب عنده فضول وذكاء انه يضحك عليه، وعنده نشاط ذهني كمان وعايز يستخدم اساليب. تخيلوا ان من ضمن الحاجات التربويه اللي انا عملتها ان انا بقيت اخليهم يغشوا،
وابقى عارف ان الولد بيغش. ايوه، واثناء ما بيكتب البرشام بتاعه بيتعلم، واثناء ما بيقرا وينقل ويشرح بيتعلم. بس مش هسيبه يكمل كده، بقت اداه للتعليم الغش ده. على فكره ده حصل واحد الطلاب في مدرسه فنلنديه، والمدرس قلنا له بلغناه ان احنا عارفين ان ابننا كذا بيغش، والموضوع يعني كان جميل جميل متعه، رحله ممتعه انه بدا يتعلم بالطريقه دي، كانت حاجه كويسه. وبعد كده مع الوقت بينا له ان انت كده خطا اللي انت بتعمله ده، وان ده سلوك. مع الوقت تدريجيا عرفناه ان السلوك ده غلط، والافضل ان انت تعمل كذا كذا كذا، ولازم تعرف ان المشكله مش فيا، ولا مشكله في الدرجه اللي انت هتاخدها وانك تجيب درجه حلوه او وحشه. مشكلتك الحقيقيه لما تكبر وتكون طبيب او مهندس وتكون نجحت بالغش، انك هترسم رسمه خطا فالبيت هينهد على الناس، او تعالج غلط فاللي بتعالجه يموت عشان انت غشيت. وبعدين اين انت من الله عز وجل اللي بيراقبك؟ فالرقابه مهمه جدا. يا سيدي غش قدامي عادي، غش قدامي، هتروح من ربنا فين سبحانه وتعالى؟ وتبينوا له الاحاديث وتبينوا له الايات، هو ده. ونجيب له قصه ان في ولد كان بيغش، كل ده قصص قبل النوم مهمه جدا. والاب والام يشتغلوا معاه لحد باذن الله ما يتعافى من الموضوع ده تدريجيا، وبيعدوا. هنعيش نعدل ونغير ونربي انفسنا ونعلم انفسنا واحنا بنعلم اولادنا وطلابنا. ده لازم تعرفوها، القاعده دي مهمه جدا. ازاي المعلم يوفق ما بين كونه مدرس حازم مع الطلبه، وفي نفس الوقت يكون صديق ليهم وقريب منهم، الاحترام يفضل قائم ما بينهم، وطرق للثواب والعقاب. ممتاز السؤال ده يا ندى، ممتاز، سؤال رائع رائع. هو خلينا نقول ان دي بيعتمد على مرونة الشخصية. يعني ايه مرونة الشخصية؟ احنا عندنا مفاهيم خاطئة. يعني انا لو كنت صاحب وصديق وبهرج لازم ابقى ارجوز على طول الوقت وامشي كده، او يا اما انا حازم والوش بتاعي، لا مش كده. اللي بيحركني الموقف، اللي بيحركني اختار اكون اتقمص. المعلم ممثل جيد، انتوا واخدين بالكم يا جماعة، درامي، شخص درامي. المحاضر لازم يكون درامي، شخص عاطفي، ممثل جيد، بيحكي قصص، فبيمثل انه غضبان ومتضايق، وبرضه بيمثل انه صديق، بيمثل انك ابنه، ان الطالب ده ابني وحبيبي. هو في الحقيقة مش ابنك ولا حبيبك، ده انت بتعمل ده عشان العملية التربوية تتم، بس انت لازم تستشعره وتكون صادق في احاسيسك وتتنقل له. معايا كده؟ طيب، فانت القصة دي تقمص الشخصية الغاضبة، ووشك يبقى كذا. والشخصية ده سهل جدا تعمله حسب الموقف. لو وجدت ان الولد بيغير تغير معاه، يرجع ترجع معاه، هتلاقي الموضوع ماشي معاك في مرونة في شخصيتك. الموضوع سهل جدا بس عايز تدريب. اول ما تلاقي اهانة وتلاقي كذا توقف، اتكلم معاه كده، بعدها قول نقطة وهرج واحكي قصص عادي. عقاب، كلم الوالد اعمل كذا، عقبه انك ما تتكلمش معاه، عقبه بكده ما تهرجش معاه. والله العظيم ممكن تعاقبه انك ما تلعبش الجيم اللي هو بيحبه وهو بيتعلم. انا يومنا بتعمل، الاستاذة يومنا بتعمل ده مع اولادي، يقول لها نفسي العب الجيم اللي احنا لعبناه، تقول له لا عقاب مش هنلعب الجيم، رغم انه هيتعلم من خلاله، تحرمه من ده. فده سهل، الموضوع سهل يعني. معايا؟ فده مهم جدا ان انتوا تعملوه. بالنسبة لأدوات العقاب دي المدرسة، لازم ترجعوا للمدرسة. لكن انتوا لو بتخرجوا اونلاين وتخرجوا، لازم الاولاد يجهزوا هدايا. لو انتوا اونلاين وبتدرسوا اونلاين، انا عندي الاستاذة يمنى مثلا بنعمل ديزاين لهدايا، واقول لها وبتدي فاسيلتي، تدي فلوس وتدي حاجات كتيره قوي، الجوائز ومش عارف ايه، وانا اللي بعمل ده، الاب اللي انا اللي بقع فيها، بس انا اللي ببقى عاملها انا وايه، احنا ديزاين الموضوع، لان احنا بنكمل بعض. عشان كده علاقه المعلم، لو انت ملهم ومؤثر للطلاب وسايب ابوهم وامهم في حته تانية، فدي مشكله كبيره عندك، عندك نقص كمعلم ملهم ومؤثر. لازم تقيم علاقه طيبه جدا مع اولياء الامور، وتستخدمهم كاداه مهمه جدا
للتأثير والتعليم ويساعدوك في تعليم الولد ده، ده مهم جدا، وتبقى الحلقة مكتملة مش منفصل عنهم، هم في وادي وانت في وادي، لا طبعا ده مهم جدا. فهم دول أداة مهمة جدا للعقاب، وأداة مهمة جدا برضو للتقدير والتحفيز والهدايا. آخر سؤال، لأن أنا يعني أنا نفسي الطاقة عندي، بس والله يعلم الله أني أحبكم في الله، وسعيد أن أنا معاكم، وسعيد أن الرقم ده فضل متواصل معنا للآخر، شيء يسطر في سيرتنا الذاتية يعني. وإن شاء الله أثره يكون كبير زي ما أنا متوقع. دكتور، إزاي أتعامل مع ولي الأمر اللي دماغه في اللالالاند، اللي مهما قلت ابنه محتاج مثلا تخاطب، صعوبات تعلم، بس هو غير مستجيب، ويقول لك وريني شطارتك كمدرس. شوف بقى، أول هام وريني شطارتك كمدرس، دي مهمة جدا 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 يعني. فعلا أستاذة يمنى بتدي أولادي تقريبا الأربعة ومعهم البرنس بتاعها، فالبرنس بياخد مجهود قد الثلاثة الباقيين في كل حاجة، فهي مورياني شطارتها. قلت لها ده اللي هيبين لي انت قد ايه معلمة ملهمة ومثابرة وعندك إرادة. احنا بنقيس قوة المعلم بالضعيف مش بالقوي ولا بالمتوسط، احنا بنقيس قوة المعلم بالضعيف اللي عنده صعوبات، لكن في حالات لا يمكن انت تقدر تعملها، لازم ياخد الحباية بتاعت التركيز، لازم ياخد تعديل سلوكيات، لازم ايده تشتغل مع مخه. في ناس عندها في ناس عندها توحد، جي ياخدوا دروس، نقول لهم روحي لمدرسين وناس متخصصين في موضوع التوحد، توحد له طرق تعليم ومناهج وقصص كبيره خالص ملهاش دعوه بدوء الاي دي اتش دي، عندهم مناهج وكورسات وطريقه تعليم وطريقه تعلم غير الناس العاديين في التعليم. احنا طبعا شفنا الكلام ده لما رحنا فنلندا والمانيا، وشفنا الناس دي واصله لحد فين في التعليم، بالذات فنلندا طبعا مع الاي دي اتش دي اللي هم عندهم هايبر اكتيف وليس كونسنتريشن، تركيز قليل وفرط نشاط وفرط حركه وتشتت، وعندهم اجزاء في المخ مش شغاله وبتوصلش مع ايده، حاجات كتيره يعني. فدي لها ادوات وليها حاجاتها ولازم ليها علاجاتها وليها مقاومات. من الحاجات المهمه جدا ان ولي الامر لو ما استجابش بتخبر المدرسه، بتخبر المؤسسه، لان لازم يتعمل له لفت نظر. يعني احنا في فنلندا لو انا ما استجبتش مع المعلم في المدرسه الفنلنديه والالمانيه وما رحتش وعملت، طب ما هو هيعمل فيا، والولاد ممكن ينطردوا يقول لي روح دور على مدرسه تانية. فلازم يعرف ان انت ممكن تسيب ابنه، ممكن يعرف تقول له خلاص انا مش هاخد ابنك، انا في ناس، خلي الناس تتخانق، قول له مش هيكمل معايا، دخل ولي الامر في انترفيو، لو ما عملتش واحد اتنين تلاتة انصحه مره، قول له خلاص مش هاخد ابنك، مش هدرس له، روح شوف حد تاني. بس لكن انا مش هتحسب ان انا مدرس للولد ومفيش productivity، مفيش انتاج، ابنك محتاج علاج تركيز، ابنك عنده فرط نشاط وحركه ماسك بيفرك قدامي عمال يجري مش راضي يركز معايا، عنده تشتت مش معايا خالص، لازم تساعدني، اقعد انت جنبه، امه تقعد جنبه اثناء الحصه وانا اونلاين مثلا. ده في حالات بيقعدوا الولد ويجيبوا له مدرس مخصوص في الاي دي اتش دي يقعد جنبه، ده عملوها مع ابني يعني، جابوا له مدرس مخصوص له والمدرس بيشرح الفصل كله، في واحد جنبه عشان يكتب وعشان يعمل وعشان ما يتشتتش، مع الادويه كمان. في حالات كده لازم توصل للمرحله دي، ايه ذنبك انت؟ لا طبعا لازم تتكلم، لو ما خدش سيب له الولد، انت عملت اللي عليك، اديت ما عليك، لكن ما تشيلش هم انك لازم بقى ايه، لا اذا كان ابوه قول له معذره الى الله خلاص هسيب ابنك. وحته مهمه يا ملهمين يا مؤثرين، ان لما بيشوفوا اولاد الناس بتتعلم احكي قصص نجاحاتك في التعليم، خلي الناس تنعدي وتهتم بتعليم عيالها، يبقوا زي الطلاب اللي انت المتميزين اللي انت بتعرضهم واللي انت بتتكلم عنهم في الفصل، فخليه ينعدي، قول له عندنا حالة تانية يعني كذا كذا كذا، ابوه عمل معانا كذا وامه عملت معانا كذا وبيقعدوا معانا في الفصل، انتوا فين؟ لازم تساعدونا في ده، فده دورك انك تقنعه بده وتقول له انت كده امام الله ابنك لن ينسى لك ذلك في المستقبل ومش هيغفر لك، الولد محتاج علاج ومش بايده قلة التركيز، ربنا سبحانه وتعالى اراد له ذلك، لكن انت ربنا ما منعكش انك تساعده، فساعده وانا هساعده والمدرسه تساعده، كلنا نساعده، نتكاتف مع بعض ونكمل مع بعض. وده برضو دور مهم جدا للميتنجز اللي بتتعمل لاولياء الامور عشان يرفعوا من ثقافتهم
وطريقه تعاملهم التربوي مع اولادهم انهم يكملوا دور المدرس ودور المدرسه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ومنتظر تعليقاتكم على الاساينمنت على هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.